مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية. بص يا كابتن، بقى في الفقرة دي هسألك أسئلة سريعة وهتجاوبني بأسامي لعيب أو مدربين. مين صاحب أقوى تسديد؟ عامة على مدار ال بس محلي، يعني يفضل أن يكون محلي. محلي؟ أنا مش بالنسبة لي التسديد وخلاص، يعني التسديد ده برضو ليه تكنيك معين، ان انت تشوت ازاي وان انت يبقى الكره رايحه فين، وفي تسديد وانت بتجري وفي تسديد بكره ثابته. فانا شايف ان اللي كان موهوب فيها في ناس كتيره، في محمود ابو الدهب كان موجود، كان رجليه كانت تقيله جدا، وابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد من اللعيبه اللي هي بتشوت بشكل كويس وهي بتجري تريبلينج بالكوره، وفي الاخر معتز زينو. هنختار واحد واحد، ما هو لو قوة يبقى سمير كامونة، لكن لو تكنيك بيبقى ابراهيم سعيد. مين احسن لعيب بيعرف يلبس؟ بيعرف يلبس، ما هو في كتير بيلبس، بس مين اللي بيليق عليه اللبس؟ الفكرة في كده. لا، بيعرف يلبس ستايل يعجبك. يعجبني انا؟ مش عارف، ممكن احمد حسن بيلبس كويس، شباب بقى بيلبس. حسام غالي ستايل برضو ولبسه حلو بيعجبني، حاجه بسيطه وبتليق عليه في نفس الوقت. طب مين اكتر لعيب ما بيعرفش يلبس، او نقول يعني بيلبس لبس مش لايق عليه؟ مش لايق عليه على ايامنا كان في كتير برضه، كان احمد السيد. لا بس ما بعرفش يلبس خالص. مين اكتر لعيب شايف ان دمه خفيف؟ دمه خفيف؟ احمد السيد دمه خفيف جدا على فكره. بما اننا بقى قلنا ان هو بيعرفش يلبس فيه فلازم نديله واحده برضه حلوه. ده احمد السيد كوميدي جدا جدا جدا، وفي اينو برضه فظيع كوميدي بشكل كبير برضه. في لعيبه تانية بقى في انديه كتيره، كل نادي اكيد في واحد كده لازم يبقى خفيف الدم يعني. طيب مين بيحب يسمع اغاني بصوت عالي؟ يسمع اغاني بصوت عالي؟ لا انا في واحد بيرقص بقى. مش بيرقص، انا في واحد كنت ببات معاه كان سيد معوض، كنا بايتين قبل كده في معسكر من المعسكرات، كان في ليبيا، كنا لعب الاتحاد الليبي. فانا نايم في الاوضه معاه، فقال لي علي التلفزيون، فاستغربت بقول له ليه؟ قال لي ما بعرفش انام الا كده. قلت له طب انا مش عارف انام والتلفزيون نايم والتلفزيون شغال عالي. المشكله مش في كده، المشكله ان هو ما بعرفش ينام الا على صوت غساله يعني. ده اللي انا اكتشفته. قلت له ازاي؟ قال لي يعني انا في البيت لازم انام، لازم الغساله تشتغل وبصوت عالي. قلت له طب انا انام ازاي يعني؟ انت انا على التلفزيون انا مش عارف انام كده. قال لي مش مهم انت. المهم انت، المهم انا. مين اسرع واحد في الملعب؟